ومن منطقة مكة المكرمة ينضم معي مدير مشروع الكيانات المعززة للصحة بجمعية مزمزم الصحية الأستاذ أحمد الثقفي عبر مكالمة هاتفية، يحدثنا عن الجائزة وكواليس هذا الإنجاز الذي حققته الجمعية في القطاع الثالث. حياك الله مهندس أحمد، كيف حالك؟ عساك طيب. حياكم الله أخي المبارك، أهلا وسهلا بكم وبقناة الرسالة ومشاهدي. الله يحييك. ما شاء الله، كيف حصلتم على هذه الجائزة المتميزة واللي أضيفت إلى رصيد إنجازات جمعية زمزم؟ أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، ثم أما بعد، نتقدم لكم بالشكر والتقدير على ما تقدموه من رسالة إعلامية مباركة، ثم نحمد الله الذي من علينا بفضله وكرمه حيث حققنا ولله الحمد الجائزة الوطنية للعمل التطوعي المركز الثاني في مسار دعم الموارد البشرية، ما شاء الله، والتي حقيقة تمنحها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتهدف هذه الجائزة بشكل رئيس لإبراز وتكريم الجهود التطوعية المختلفة، حيث منحت ولله الحمد جمعية زمزم تقديرا لدورها في تأهيل وتوجيه وتحفيز المتطوعين والمتطوعات وتعظيم أثرهم في تقديم خدمات صحية للمجتمع. كما حققنا ولله الحمد الجائزة الثانية، هي جائزة وزارة الصحة للتطوع الصحي للجهات في مسار الجائزة التقديرية، وذلك تقديرا لجهودنا المتميزة في تقديم الخدمات الصحية التطوعية وزيادة الوعي الصحي للمجتمع. وبدورنا ومن خلال هذه الإذاعة والقناة المباركة، فإننا نقدم الشكر والتقدير للمتطوعين الكرام، فهم خير معين لنا بعد الله سبحانه وتعالى في تحقيق مثل هذه الجوائز، ونسأل الله التوفيق والخير للجميع. مهندس أحمد، كلنا نعلم أنه الركيزة الأساسية لنجاح مثل هذه المبادرات أو الأنشطة التطوعية هو المتطوع أو المتطوعة، كيف هي جهودكم في استقطابهم وتمكينهم في جمعية زمزم؟ نحمد الله أخي الكريم أن لدينا في جمعية زمزم إدارة تطوعية فاعلة تعمل وفق المعيار الوطني للعمل التطوعي. لدينا ولله الحمد بوابة للعمل التطوعي، من خلالها يستطيع المتطوع الانضمام إلى زمزم والمشاركة حقيقة في الفرص التطوعية، سواء الفرص التطوعية الصحية الخاصة بالممارس الصحي أو الفرص التطوعية الإدارية. كما أن لدينا ولله الحمد مجموعة من الحسابات الفاعلة، سواء في المنصة الوطنية للعمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك لدينا حساب فاعل في منصة أو ما تسمى بوابة التطوع الصحي، مركز التطوع الصحي. ولله الحمد لدينا قائمة منذ يعني عام 2018 يربو عن أكثر من 30,000 متطوع ومتطوعة مسجلون لدى زمزم، وهم حقيقة خير معين لنا كما ذكرتكم سابقا في أعمالنا التطوعية التي نسهم بها في تعظيم الخدمات الصحية. مهندس أحمد، العائد الاقتصادي من التطوع، هل في عندكم حسبة محددة إذا كانت تحضرك هذه المعلومة؟ أكيد أخي المبارك، لدينا حسبة ولله الحمد. كما ذكرت لك، نحن من بداية عام 2018 بدأنا نؤتمت العمل التطوعي في جمعية زمزم، حيث وضعنا ولله الحمد بوابة تطوعية من خلالها يسجل المتطوع فرصة ساعاته التطوعية، فرصة قيمته المالية الاقتصادية. نعم، القيمة المالية أو الاقتصادية أو ما يسمى بالعائد الاقتصادي. العائد الاقتصادي يربو عن 2 مليون ريال، هذه ولله الحمد كقيمة ساعات تطوعية من المتطوعين الكرام. ما شاء الله تبارك الله. مهندس أحمد، أنتم هذا الرقم الجميل مميز، أكيد لكم خطط تدفعكم لقمة النجاح في العام القادم بإذن الله 2024. وش أبرز خططكم ومبادراتكم إن شاء الله اللي تستقبلون فيها العام القادم؟ أشكركم أخي الكريم على هذا السؤال المبارك، ثم إن جمعيتكم جمعية زمزم ستعظم الأثر في عام 2024 بمبادرات نوعية تتواءم مع رؤية الوطن 2030، وطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، حيث سيكون لنا بإذن الله مبادرات في تعزيز الصحة والوقاية تستمر طوال العام. على سبيل المثال، مشروع الكيانات المعززة للصحة ومبادرة طوافكم آمن
لخدمة ضيوف الرحمن من الزوار والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرم، ومبادرة مؤشرة صحي، ومبادرة تفعيل الأيام العالمية الصحية، كما سيكون لنا وبإذن الله وبتوفيق الله برامج ميدانية مثل الجولات والقوافل الطبية والعيادات المتنقلة الموسمية بساحات الحرم المكي الشريف أثناء موسم رمضان وكذلك موسم الحج. أيضا سيكون لدينا عيادات استشارية، عيادات ثابتة، وكذلك تفعيل مشروع رؤية بالمدارس بوزارة التعليم. كما لدينا مجموعة حقيقة من المشاريع العلاجية التي نخدم فيها المستفيد بشكل مباشر، مثل مشروع العلاج الخيري، الصيدلية الخيرية، الأمومة والطفولة وغيرها من المشاريع ذات الأثر المباشر للمستفيدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى المعونة والتوفيق في مثل هذه الأعمال المباركة في منطقة مكة المكرمة.